السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ملاعب بلدنا. طبعا حلقة برنامج ملاعب بلدنا طبعا عيد ميلادها الخامس على التوالي، خامس سنة على التوالي، الحمد لله رب العالمين. طبعا تغطية حصية لجميع الأقسام، القسم الأول والثاني والثالث والرابع والناشئين أيضا، والحمد لله رب العالمين تغطية فريدة، والحمد لله رب العالمين أنجزنا في خلال الخمس سنوات الماضيات. طبعا حب الناس وتقارير من كافة المحافظات بالجمهورية، وطبعا كلنا بنقول كل سنة وانت طيب يا برنامج ملاعب بلدنا. طبعا في هذه الفقرة معي ضيفي الكريم الأستاذة سحر معتو، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الدوار. اهلا وسهلا بحضرتك، منورانا. ربنا يعزك. اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله. طبعا حب مدينه اهالي، حب اهالي مدينه كفر الدوار للاستاذه سحر، وقمه التحدي ان سحر معتوق تعدي، وحب الناس طبعا لشخصك الكريم. طبعا دي اول تجربه لسيده تخوض انتخابات بمقعد الفردي المستقل. تمام تمام تمام، فاحنا عايزين نشوف التجربه دي خضتيها ازاي وتجرأتي عليها ازاي، لان دي يعني حاجه فريده من نوعها. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، بوجه كل الشكر والتقدير لشعب مصر العظيم، واقول لهم جميعا كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم على الجميع. وتاني حاجه بخص اهلي، اهلي فعلا، اهل كفر الدوار كلهم هم اهلي، لان هم وقفوا معايا وقفه عمري ما هنساها، فأنا إن شاء الله خادمة ليهم حتى آخر يوم في الخمس سنوات. أنا خادمة للكل، وبعد كده إن شاء الله كان لي عمر يعني وأجل يعني، أنا خادمة ليهم وتحت أمرهم بالليل قبل النهار. طبعا عايزين نتكلم عن هذه التجربة، طبعا كخدك كفرد مستقل، مش فرد أحزاب ولكن فرد مستقل طبعا، والوقفة الجميلة لأهالي كفر الدوار. طبعا التجربة خضتيها إزاي وبدايتها كانت إزاي؟ والله بدايتها كانت عن طريق العمل النقابي، احنا كنا في النقابة واتوجهت لنا رسالة على التعديلات الدستورية، كانت أول حاجة التعديلات الدستورية. تمام. وطبعا احنا لقينا فيها الأمل إن هيبقى فيها 25% مقاعد للمرأة، فدي كانت إيه عارف بريقة الأمل اللي جت كده قدام عينيا. روحت في اليوم ده قعدت أفكر في الموضوع، إن طب إزاي، طب إيه، أنا اشتغلت كتير قبل كده في التسعينات في كعمل خدمي، طب يمكن هي دي مثلا ربنا سبحانه وتعالى حب يكافئني على المجهود وتعبي وشغلي اللي انا اشتغلته. طب المهم اخذت ايه قرار كده، واخذت استخاره ربنا سبحانه وتعالى، وبدات ان انا اخذ راي العيله اللي كان فيها المعارض وفيها المؤيد، تعب ومش بتاعتنا مش قلت لهم يعني، هي جت الموضوع بقى في دماغي كده وخلاص يعني. وفعلا بدات اشتغل وبقيت انزل ولقيت قبول، يعني انا كنت متخيله ان احنا طبعا ايه عارفه الطبقات بتاعتنا الريفيه والبدويه، واحنا والحضريه ايضا والحضريه. فالحمد لله وجدت قبول الحمد لله، يعني اللهم لك الحمد ولك الشكر. فعلا عشان كده بقول لك دول فعلا اهلي اللي وقفوا معايا ودعموني بكل طاقتهم. انا بص كانت ناس كبيره جدا في السن بتنزل في المره الاولى والمره الثانيه، كانت ناس بتنزل من ادوار عليا، كانت ناس بتمشي على عصايه، كانت ناس بتمشي على كراسي، وراحت الناس دي وناس كبيره. الحمد لله كان فضل ربنا. انتخابات نزيهه وانتخابات هاديه بالمره فعلا في ظل القياده الحكيمه لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، طبعا يعني حاجه جميله جدا، تجربه فعلا مشرفه تليق بمصر بجد بجد. يعني فعلا فعلا عام تمكين المراه بجد يعني. تمام. هو العام ده عام سعيد للمراه فعلا، يعني هو يعتبر ده بقى العام ده هو عام المراه المصريه يعني فعلا يعني. سيادة الرئيس برضه مهتم بالنقطه دي طبعا، تمام، علشان يوري للناس والشكل الحضاري والجمالي لمصر بشكلها الحقيقي الفعال، ودي حاجه طيبه طبعا من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا طبعا حضرتك كاول تجربه لفرد مستقل، الحاجات الخدمية بقى لشعب وأهالي دايرتك. شوف أنا كنت بنزل كل مكان وكل عزبة وكل كفر وكل مجلس قرية أتكلم نفس الكلام، أقول هنوفر وهنوفر هنوفر، صرف صحي ومية شرب ومدرسة ومستوصف ومركز شباب، كان العيال الصغيرين يجروا ونبي يا خالتي عايزين مركز شباب، أقول لهم حاضر. ففوجئت طبعا مبادرة حياة كريمة، تخيل يعني أنت بتحلم بحاجة، وكان أخويا مثلا يبقى معايا أخواتي يقول لي أنت بتوعدي الناس على أساس إيه، أنت هتعملي إيه في ده إحنا أكبر مركز يعني، إحنا 10 مجالس كرة غير المدينة على مستوى المحافظة بالظبط كده يعني. طب أنت هتعملي إيه مع الناس ديت اللي أنت بتوعدي
وبعديهم. فاقسم بالله انا لقيت حياه كريمه مبادره الرئيس ديت حققت لي كل احلامي اللي انا كنت بحلمها في بلدي. وبرده يعني سياده الرئيس برده مشروع العالمين ونهضه المليون فدان. لا 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 ده انا هقول لك على المفاجاه. كان معانا برده سياده النائب هشام الجاهل الحلقه الماضيه طبعا، واتكلمنا على الشكل الجمالي والنهضه الجديده ان شاء الله اللي بيقوم بها سياده الرئيس. أنا حاجه مفرحه على بالأمانة. تجربه احنا كنا في الاسبوع اللي فات كنا في لجنه الطاقه والبيئه في العين السخنه والسويس. تمام. كنا بنشوف شركات الكهرباء هناك. انا فوجئت ان احنا عندنا في العين السخنه اكبر شركه انتاج كهرباء على الشرق الاوسط كله. تمام. بتكنولوجيا حديثه جدا. تخيل شركه عملاقه زي كده فيها 250 موظف وعامل ومهندس، فطبعا دي كانت مفاجاه لنا كلنا. ان احنا كلنا انبهرنا بالانجازات العالميه ويعني على مستوى الشرق الاوسط دي حاجه كبيره جدا، وانتاج الطاقه بالذات يعني في الظروف اللي احنا فيها دي. فدي حاجه كانت مفرحانا كلنا بجد. احنا حتى يوميا احنا كنا هنرجع على قناه السويس طبعا كانت عشان خاطر العباره والجانحه وكده، فكان من فرحتنا كنا عايزين ننزل نشارك. طبعا كان لازم لها مراسم حاجات خاصه بالظبط كده. فطبعا كانت سعادتنا لا تقدر طبعا يعني ان احنا اليوم ده، وفعلا كان حصل فيه المفاجاه الكبيره ان اتحركت السفينه جانحه. فاللهم لك الحمد لك الشكر. كان يوم سعيد علينا بجد على يعني. مصر كلها بجد والله يعني. بجد يعني احنا كلنا من دعم فخامه الرئيس، وبنقول له ربنا معاك واحنا كلنا قلوبنا معاك. وان شاء الله يعني مبادره حياه كريمه احنا بنشكرك عليها جدا معالي فخامه الرئيس. عايز اقول لحضرتك يعني الطرق والكباري والحاجات الانجازات القيمه الدائري من اوله لغايه اخره من الشرق للجنوب حاجه محترمه جدا بجد بجد. توسعات يعني جيده. لا 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 في شغل في مصر في ظل الظروف كوفيد 19 اللي احنا فيه ده، والعالم كله اقتصادها نايم. مفيش زي اللي احنا بنعمله، مفيش تنميه زي اللي احنا بنعملها دلوقتي حاليا حقيقي. يعني الواحد يجي يقول ايه، طب في عندنا الصحه فيها شويه عافيه شويه يعني بعافيه شويه عارف الواحد يقول ايه، طب ما هم العالم كله فيه. بس بنيجي نقول طب اهالينا برضو محتاجين برضو ايه نظره شويه يعني. تمام. في بالنسبه للمستشفيات احنا عندنا في كفر الدوار طبعا الموضوع مأساوي بالنسبة لنا. طبعا الشاملة حجر صحي تقريبا أكبر مستشفى عندنا، كان بيستوعب 5000 مريض في اليوم غير الاستطلاع عمليات بتاعتها. ده طبعا قبل قطع كلام حضرتك دي صور طبعا المؤتمرات الخاصة. أيوة. تمام. والبرنامج الانتخابي الزمني الجميل اللي حضرتك يعني قمت الحمد بيه لله. يعني الرئيس ساعدني فيه جدا على فكرة. نعم. الرئيس ساعدني فيه طب جدا. كويس والله. أنا بشكره من هنا يتكلم. لا صراحة يعني مشهود لك بالكفاءة بالأمانة، وبالأخص في الكفاءات الخدمية يعني خدومة من الشخصيات المحترمة الجديرة بالاحترام. طبعا سيدات كفر الدوار وقفوا وقفة جامدة معاكي شخصيا قوي قوي والله قوي يعني قوي. وده واضح طبعا في الصور المعروضة على شاشة البرنامج. الحمد لله ربنا يبيض وشي مع الناس دي والله انا نعم؟ بطلبها ربنا يبيض وشي مع الناس دي يا رب. ان شاء الله باذن الله. الله بس طبعا يعني ايه في قدر المستطاع خلينا واقعيين شويه. انا ما بنامش والله ما بنام يعني مقدر يعني مقدر. والطلبات اللي بتيجي لحضرتك في المكتب وكل حاجه كل واحد مستني يعني حاجه، ولكن العشم في قدر العشم طبعا وعشم كبير وعشمهم والله ان شاء الله يا ربنا يقدرني. ولكن لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وانت على قدر المستطاع يعني طبعا البشر. تمام. ولكن برضو يعني الاهالي اللي وقفوا جنبك طبعا لهم طبعا كافه التقدير والامتنان والاحترام. أوي أوي. لان شخصك الكريم او يعني حضرتك في وجودك في وقت حالي زي ده مع الناس في كل صغيره وكبيره في فرح في حزن يعني حاجه لافته طيبه من حضرتك. دول أهلي. اهلك طبعا اهلك طبعا. طب في حاجه مثلا يعني مبشرات لمدينه كفر الدوار؟ بص كفر الدوار ان شاء الله في التطوير الجديد اللي جاي فيها محور محمودية طبعا هيغير الشكل الجمالي هيبقى شكل جمالي طبعا والاقتصادي ويعني سيادة الرئيس بسم الله ما شاء الله يعني خلى اسكندرية تحفة وبالأخص محور المحمودية. تخيل بقى كفر الدوار ودخل كفر الدوار اسكندرية كفر الدوار مرورا بكفر الدوار لمحافظة طبعا حقيقي البحيرة حقيقي. دي طفرة جيدة وحاجة يعني مبهرة بالأمانة، ودي طبعا بتخلينا في تقدم مستمر وفي نجاح، وهي دي الدولة الحقيقية لمصر. هذه المشروعات الضخمة
الجيدة في صورها المبهرة، وإن شاء الله بإذن الله نتمنى بإذن الله مصر كلها يعمها الفرح والسرور بإذن الله. بإذن الله. أنا عايزة بس أوجه رسالة لكل أسرة مصرية وكل سيدة، عايزاكي تبقي شاطرة، عايزاكي تبقي واعية، عايزاكي تتعلمي، لو ما تعلمتيش خدي قسط من التعليم، هتعرفي تعلمي ولادك، هتعرفي ترشديهم، هتعرفي تنظمي أسرتك، لأن احنا فعلا في مأساة. تمام. دلوقتي أنا حد بيكلمني النهاردة إن هو عنده إعاقة وعايز معاش، والمعاش اللي بياخده 420 جنيه وهو عنده 3 ولاد. قلت له طب يعني أنت بالظروف اللي أنت فيها دي 3 ولاد إزاي طيب؟ يعني عارف يعني كل واحد لازم يبص لظروفه. تمام. زمان كانوا يقولنا على قد لحافك مدد رجليك، على قد لحافك مدد رجليك. انا دلوقتي الحمد لله انا عايزه اقول تجربتي كمان، بس سيادة الرئيس برضو يعني زود المعاشات. ايوه زود، بس انا بتزود وانا بزيد، انا كمان بزيد. انت بتديني مثلا اللي يكفيني. عدد افراد الاسره. بالظبط. ما احنا احنا لو ما نظمناش الاسره احنا الدنيا هتبوظ معانا، ما احنا مش هيكفينا اي مرتب. طبعا كنت في مؤتمرات كثيره عن تنظيم الاسره، طب نتكلم شويه عنها. انا اصلا كنت عايزه اقول تجربتي يعني عشان خاطر الناس كلها. انا يعني الحمد لله ما انجبتش غير ولد واحد بس. تمام. هو ده طبعا الراجل مهندس. بتوفر ولا ايه؟ لا. ولا بتعملوا تنظيم الاسره؟ لا تنظيم الاسره، لان فعلا يعني انا يعني الحمد لله يعني شفت اللي قدامي وشفت الاسر الكبيره بتبقى فيها ازاي. انا علمت ابني كويس، ربيته كويس، جوزته كويس، عاش حياه مرفهه، حياه كريمه. تمام. زي ما احنا كلنا بندور على حياه كريمه وبنقول للناس في العزب والكفور تعيش حياه كريمه، لازم تعيش حياه كريمه بايه؟ انت تنظم حياتك، تنظم بيتك، تنظم اسرتك. يعني الرئيس تخيل ان هو يبقى حاسس بكل بيت في العزب وفي الكره دي ان هو فعلا مش عايش حياه كريمه. تخيل ان المبادره ديت بيقول لهم انا حاسس ان انتوا يعني مش عايشين الحياه اللي انا نفسي فيها. تخيل الرئيس عشان كده عامل المبادره. بالظبط كده. فاحنا حاسس بحاسس بالمواطن المصري، حاسس بالمأساة اللي هو فيها. حاسس بالمأساة اللي هو فيها. فطبعا انا دلوقتي لما انا اساعد نفسي كمان، يعني الرئيس بيساعدني وانا كمان ما ساعدش نفسي، يعني انا ما يعني كل انسان بصير على نفسه يعني. فانا بقول من هنا بقول يا جماعه ننظم الاسره، اتنين كفايه، مش هزعلنا في حاجة، هتقدر تكفيهم، هتقدر تعيش مع حياة كريمة زي ما الرئيس عايزنا يعيش حياة كريمة إن شاء الله بإذن الله. الرياضة ايه رايك في دور الرياضه؟ بقى نتكلم الرياضه، البرنامج رياضي. تمام. بجد بجد يعني انا يعني انت لو اهلاويه ولا زملكاويه الاول؟ بلاش اقول. لا مفيش مشاكل. زملكاويه يعني الاثنين انت معاهم عشان ما حدش يزعل مننا. لا 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 لا. حبايبي كتير دلوقتي ما اقدرش ازعل حد. يبقى انت زملكاويه. لا اهلاويه. اهلاويه. طب يبقى الناس كتير هتفهم. بس ايه ده، خلي بالك ابا عن جدا يعني. تمام. يعني وراثه. انا برضو لازم يبقى في يعني حياه كريمه. لما دخلت فيها مراكز الشباب كانت حاجه قيمه جدا. تمام. لان فعلا احنا في العزب يعني حاله ماساويه، يعني اي عزبه دلوقتي بتروح فيها تلاقي فيها جامع، وجامع ايه للسقوط، يعني هو ده اكثر رفاهيه عندهم هو جامع. تخيل بقى لما يبقى مكان ما فيهوش حتى منطقه. فالرئيس بقى زي ما بقول لك هو حاسس بالناس في البلاد ان فعلا ما عندهاش حياه كريمه. فطبعا حته مركز شباب ديت في كل مكان او في كل مجلس قريه هيكون فيها مركز شباب، ده حاجه رائعه. ما انا بقول لك الدنيا هتتطور جامد جدا يعني. تمام. عارف وانا بنادي برضو من هنا اقول لوزير الشباب، انت شاب صغير ربنا يديك الصحه ومتعك بالعافيه، انزل الكره المحرومه. تمام. انزل شوف الشباب، اقعد مع الشباب، لان احنا انتشر عندنا حاله ادمان المخدرات. فاحنا لما يبقى عندنا مراكز شباب هنقدر يعني نواجه الشباب. هيبقى في طول ما بيلعب رياضه عمره ما هيبص الحاجات دي ابدا. فاحنا حتى عشان الناس الصغير، بلاش الكبار خلاص عدوا، فاحنا نقول عشان الشباب الصغير. طب معايا مكالمه بقى. ايه تلقي المكالمات بقى والاستفسارات والاسئله. معايا المهندس عبد الحق فواز، طبعا احد مهندسي الادارات الزراعيه بكفر الدوار. اهلا وسهلا باشمهندس. اهلا وسهلا يا كابتن. اهلا وبارك فيك عليك وعلى الاستاذ صح. طبعا الاستاذ نهر بنحنوها طبعا ونبارك لها طبعا في وجودها في المجلس طبعا، وطبعا من الشخصيات الخدميه المحترمه الاستاذه سحر. حابب بقى تشكرها في موقف او في وضع معين. والله كابتن احمد اشكر حضرتك الاول، اهنيك بالسنه الخامسه للبرنامج اول حاجه. الحاجه الثانيه بالاستضافه الجميله للاستاذ سحر، والموقف بتاعها الرائد في مع عمال غزل النسيج بمصنع كفر الدوار. موقفها رائع فعلا يا باشمهندس. باشمهندس ما فيش حاجه عن الزراعه؟ و
والله لكم متطلبات كابتن موجوده معانا على الهواء، لكم متطلبات في الزراعه؟ والله الزراعه بخير طول ما في شباب محترم زي الاستاذ سحر معانا صراحه يعني. الله يخليك يا باشمهندس. طيب في اي اتفضل. كنا بس عايزين نعرف فخامه رئيس الجمهوريه طبعا داعم القطاع الغزل والنسيج بالنسبه للجمهوريه، فين كفر فين غزل النسيج كفر الدوار من الدعم ده بس. تمام، شكرا جزيلا باشمهندس عبد الحق فواز من مدينه كفر الدوار. طبعا التطورات الجيده لسياده الرئيس طبعا، وطبعا المشروعات الهائله الضخمه، يعني التطور الباشمهندس بيتكلم، المهندس عبد الحق فواز بيتكلم عن التطور والرياده، وطبعا سياده الرئيس عايز يعمل حاجه لكفر الدوار. ارض سياده الرئيس هي الحفاظ على الصناعات الاستراتيجيه دي، غزل ونسيج اللي هي الهمه غزل ونسيج ده هو حياه مصر كلها. تمام. من اول طبعا مدينه المحله الكبرى ومدينه كفر الدوار. كفر الدوار ده على خريطه العالم. تمام. احنا اللي كان بيحب يهدي حاجه غاليه هنا ويسفرها بره لحد غالي عنده او حد جاي من بره كان بيهديه قميص او اي منتجات من منتجات غزل كفر الدوار. تمام. يعني انا جارتي سعوديه بتجيب من هناك من السعوديه بتبقى جايبه ملايات معاها، بقول لها ملايات الجميله دي منين؟ بتقول لي بتاعت غزل كفر الدوار. مش عارفاها ولا ايه؟ بجد حاجه مشهوره فعلا وحاجات قيمه طبعا. في السعوديه هناك يعني دي اكبر هديه تجيبها من هناك حاجتنا احنا. تمام. فطبعا هو طبعا الرئيس بيطور الصناعه ديت، وفعلا في تطوير في البيضه. تمام. ان شاء الله هيبدا ان شاء الله. مشروع قوي، مشروع كبير طبعا طبعا. وطبعا انا دايما بتواصل مع دكتور احمد مصطفى وهو صراحه يعني زي مواعيد العمال مرتباتهم ماشيه، حوافزهم ماشيه، وان شاء الله يعني كان في تواصل من قريب ان في صرف علاج وصرف الاجازات، وكان حتى هو قال ان في حفاظا على العمال ان في حاجه رمضان. سيادة الرئيس بيحافظ على النقطه دي، اهم طبعا حاجه العمال. طبعا العمال عمال خط احمر قبل ما نعمل او نهد او نعمل اي حاجه شبابها عشان تبني الصناعه دي في كفر الدوار. تمام. فطبعا يعني مكافئتهم لازم تبقى على قدر مجهودهم يعني. تمام. فاحنا بنقول دول اهلنا وناسنا والريس زي ما هو دور على حياه كريمه عمره ما هيهين الناس دي ابدا. تمام. وده وثقتي في الريس طبعا يعني. طبعا احنا معانا طبعا مكالمه ثانيه، معلش فتحنا بقى خط المكالمات. اهلا وسهلا دكتور محمد سالم النجار رئيس قسم الجراحه بمستشفى دمنهور العام. اهلا وسهلا دكتور. الله يخليك، ازيك يا كابتن احمد؟ الله يبارك لك، عامل ايه اخبارك ايه؟ الله يعزك يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب وانت بالصحه والسلامه. دكتور محمد لو في اي سؤال خاص بالشريحه الطبيه، طبعا معانا سياده النائبه سحر، طبعا لو في اي سؤال حضرتك الاستاذه النائبه سحر معطوقه مع حضرتك، اتفضل. اهلا وسهلا، اهلا برحب الاستاذ سحر. ازيك يا استاذ سحر؟ اهلا وسهلا دكتور، ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. منوره مع كابتن احمد، واحنا بنفتخر بالاستاذ سحر ان هي نائبه عن كفر الدوار. اكيد يا دكتور، اكيد يا دكتور. بقول لحضرتك يعني مشكورا يعني استفسار صغير لسياده النائبه. بالنسبه لشعب كفر الدوار واحتياجاته الصحيه، احنا كمنظومه صحيه ما بنقللش المجهودات الكبيره بتاعت الدوله ضد مرض كورونا. تمام. مشكوره الدوله بتبذل مجهود كبير خالص في الموضوع ده، والحمد لله يعني النتائج هايله وملموسه. لكن في الجانب الاخر بعد اذن حضرتك، احنا ما بقيناش ولا اصبحنا وزاره كورونا بس. في امراض اخرى كثيره، وفي التروما والحوادث، واحنا كمنطقه كفر الدوار منطقه على السريع والطريق المباشر. تمام. الحوادث كثيره قوي اللي اتحرمت منها كفر الدوار. العيان دلوقتي احنا اتحرمنا، بقينا مستشفى الرئيسي بتاع كفر الدوار مستشفى عزل ومستشفى كورونا. حقيقي. اصبح المريض شعب كفر الدوار ما بيلاقيش الخدمه الصحيه اللي هو العمليات الكولد اللي كنا احنا بنقابلها والقيصريات. يعني نقول يا دكتور ما فيش خدمه نهائيه ولا خدمه متدنيه؟ لا 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 ما فيش. على الجامعه النيابه هتستوعب ايه ولا ايه؟ وتحاول على دمنهور التعليمي برضه هتستوعب ايه ولا ايه؟ تمام يا دكتور. احنا كنا يعني مستشفى كبيره جدا في مركز كفر الدوار، للاسف اتحرم شعب كفر الدوار منها، وعندنا مستشفى مركزي بتقوم برعايات اساسيه ورعايات بسيطه جدا. يعني مش عارفين حل المشكله دي ازاي. احنا محتاجين مستشفياتنا ترجع
كافه طاقتها تاني. حقيقي. ما بنقولش بقى يعني كورونا تروح فين، كورونا في اماكن كتير جدا وعندنا حقيقي. مستشفى ثاني مركز نقدر نستوعب فيها بالزبط. اعداد الكورونا ديت، خاصه المستشفى الشامله ديت يا استاذ صلاح زي ما حضرتك عارفه حقيقي. صالح طبي كبير، خساره ان يبقى بس موجود على قد حجر او حجر 40 50 ايام كورونا. ده الكلام اللي انا لسه قايله. خمس طوابق من عيادات خارجيه بكافه التخصصات، اوض عمليات، خمس اوض عمليات مجهزه احدث طراز، كل ده طاقه معطله ومال مهدر مركون على اسم كورونا. 40 50 عيان دلوقتي القوى الاستيعابيه في المستشفى الشامله، الكلام حياتك الاسبوع اللي فات كان 40 مريض كورونا، في حين ان احنا عندنا بديل اخر. فيعني يعني نامل من حضرتك تعرضي مشكلتنا ديت الساده المسؤولين علشان خدمه كلنا معرضين الله يحفظك ويحفظ الساده المستمعين من حوادث الطرق وخلافه والعمليات الطارئه والحاله الاقتصاديه اللي فيها البلد. يعني انا كدكتور يعني مش بتكلم على ان العينين يطلعوا لي خاص، لا احنا نتمنى العينين كله يلاقي الخدمه الطبيه بتاعته واللي هو يلاقيها في المستشفيات الحكومه زي ما كان بيلاقيها زمان. هو كورونا اللي استجدت على الموضوع، لكن المفروض الموضوع يعني من وجهه نظري يقنن بطريقه او باخرى، بس ما يجيش على حساب العمليات الاخرى. ولسنا وزاره كورونا فقط احنا. شكرا جزيلا دكتور محمد سالم رئيس قسم الجراحه بمستشفى دمنهور التعليمي. طبعا هي نقطه مهمه جدا. لسه بتكلم معاك في الموضوع احنا ده، احنا اتكلمنا في سبحان الله الصحه تمام. قلت لك ايه، كفر الدوار منشآت جيده جدا دخلت الشامله مستشفى الشامله كفر الدوار دخلت الحجر، واحنا كنا بنستوعب 5000 مريض في اليوم من 4500 ل 5000 تذكره حاجز بس كشفات في اليوم وغير العمليات طبعا في كل الاقسام فيه. تمام. دلوقتي مستشفى كفر الدوار دخلت الحجر على 40 زي ما الدكتور محمد ما قال 30 40 حاله والحمد لله بيطلعوا كلهم ميتين، مفيش حد بيطلع منهم سليم حقيقي يعني. فاحنا بنقول انا كاتبه طلب لرئيس الوزراء بخروج مستشفى كفر الدوار الشامله من العزل. عندنا فعلا زي الدكتور محمد قال في مركز اخرى في عندنا الحميات يعملها حجر صح، في عندنا بلطيم اي مستشفى. طب في ناس بتجي لنا من ابو حمص، في جالنا ناس بتجي لنا من محافظات اخرى. طب احنا ليه طيب احنا نقفل علينا؟ احنا 2 مليون مواطن، كفر الدوار 100 مليون و800 الف غير ال 200 الف التانيين الواردين اللي جايين من ابو حمص. انا دلوقتي انا كل التليفونات اللي بتتصل عليا عايزين مستشفيات، حد حادثه حد عمليه حرجه اصابات. احنا طبعا زي ما الدكتور محمد احنا على السريع يعني السريع قسمنا نصين، والناحيه الثانيه برضو الناحيه الثانيه ناحيه المحموديه برضو فيها سريع. تمام. فاحنا بص في ماساه فعلا. انا كل يوم بعاني من انا من التليفونات. طب دور حضرتك انت، انا كتبت بقول لحضرتك خروج، انا كتبت طلب وعملت طلب احاطه الوزيره وعملت طلب احاطه في كل الناس اللي هي حتى النهارده انا بالصدفه كنت في وزاره الصحه النهارده. احنا كان عندنا لجنه النهارده وخلصت اللجنه وكان في طلبات صحه رحت اجيبها، قابلت الدكتور محمود طلحه فقلت له، قال لي احنا بنحطه يعني احنا يعني انتوا حاطين علينا، لان انا فعلا صراحه انا مبهدله الراجل ده والله يعني. معلش دكتور محمود سامحني بقى، كل سنه وحضرتك طيب، مبهدلاه صراحه يعني. فبس انا ما فيش بيني وبين اي حد عداء الا الناس الغلابه. تمام. المريض بيني وبين وزاره الصحه، انا بيني وبين المريض فعلا بالظبط كده. مين هيقف جنبي والناس حالتها تعبانه؟ انا بيجي لي واحده عايزه تروح تكشف على ابنها معهاش ثمن الكشف ولا ثمن الاشعه ولا التحليل هتعمله. تمام. انا المفروض بقى انا اوفر لها مستشفى، والدوله موفره لها طبعا. ما هو بقى التفكير بقى ان هم يعني دخل مستشفى زي دي، احنا ما عندناش مستشفيات. المركزي زي الدكتور محمد ما قال شهاده من اهلها يعني، عشان انا مش طبيبه يعني. تمام. انا بقول وهو راجل شاهد الكلام انها يا دوبك بتعمل ايه حالات ولاده، لسته ولاده بسيطه يعني مش كتيره، وحالات الكسور البسيطه ما فيهاش ما بتشيلش يعني. نتمنى ان شاء الله باذن الله الصحه على نتمنى بقى ان رئيس الوزراء من هنا يسمعنا ويخرج مستشفى الشامله او مستشفى العام من حيز العزل بالظبط كده ان شاء الله. نتمنى هذا. طيب انا عايز اتكلم برضه المراه والرياضه. عايزين نعمل مهرجان كده رياضي ماراثون كده تشارك فيه جمال. اقول لك على حاجه اتفضلي. كفر الدوار ما فيهاش غير ملعب واحد بس، الملاعب الخاصه دي ما نرجعوا بيها. تمام. احنا عندناش غير شركه مصر، ملعب شركه مصر ومركز شباب كفر الدوار وبص يعني
ما يعني هو كان متنفس وحيد لينا دلوقتي ودلوقتي هو برضه انا في مشكله برضه لازم تتحل من هنا. تمام. ان على الهوا كده يعني ملعب شركه مصر فين هو دلوقتي؟ ولا هو تبع شركه مصر؟ شركه مصر خلاص اتقفلت. ولا هو تبع الشباب والرياضه؟ واللعيبه محتاره عايزه حد يمولها والناس هتضيع. الناس هتضيع. ايوه طبعا احنا مع الكباتن بتوع الشركه ومعاهم دايما واتكلمنا في الموضوع ده وعملنا طلبات كتيره لسه ما حدش لحد دلوقتي رد علينا فيها. المدربين واجور المدربين والملاعب والصرف كل ده مين قام على هذا الصرف؟ والله خاص كل يعني المدربين بيجمعوا يعني مجهودات ذاتيه بالظبط كده يعني حاجه مأساويه. طب ما شركه الميه فريقها اهو شغال وما شاء الله شغال تمام. طب ما ليه ما يبقاش مثلا دعم كفر الدوار يبقى باسم كفر الدوار ونحافظ على اللعيبه بتاعتنا لعيبه ممتازين او المحافظه مثلا تطلع دعم جزء. يا ريت والله يا ريت. انا كلمت صراحه بعت للوزير صراحه كتير جدا وكتبت طلبات حاطه كتير جدا ولحد دلوقتي ما تردش عليها. فانا اتمنى ان هم يرد علينا في الموضوعات زي دي لان انا مش هنسيب اي حاجه يعني تخص الشباب لان الشباب هم عماد الدوله. احنا دلوقتي 33 او 32% من عدد جمهوريه مصر العربيه هم شباب فاحنا لازم يعني يبقوا دولت في دائره الاهتمام. تمام. طبعا معانا ناقدنا الجميل الاستاذ احمد القصاص طبعا الناقد الرياضي والمختص والمميز باخبار القسم الثاني. اهلا وسهلا استاذ احمد. استاذ احمد تحياتي لك طبعا وتحياتك لضيوفك الكرام ومستمتع بحديثكم ومستمتع مع الاستاذ طبعا عضو مجلس الشعب عن الاستثمار او الصناعه في كفر الدوار ودي طبعا حاجه جميله جدا. انا سعيد باللي هي بتقوله بس هي اتمنى بقى يعني ده انا بقول لها اهوت على الهوا ان انا بطلب منها طلب شخصي ان هي تهتم شويه طالما هي موجوده في كفر الدوار بفريق كره القدم في كفر الدوار. ما لسه بتقول والله يعني كابتن احمد صراحه هي مهتمه جدا وبدات بالفعل تتخذ الخطوات الايجابيه علشان حل مشكله فريق غزل كفر الدوار. كابتن احمد اخبار وكواليس الممتاز به ويعني انهوا المقربه على صعود الدوري الممتاز الف يعني هنقدر نقول ان هو طبعا سريعا بس ان الشرقيه الدخان طبعا متصدره مجموعه الصعيد 44 نقطه، المنيا في المركز الثاني 36، بني سويف في المركز الثالث 36، ما تقدرش تقول مين فيهم يحسم الصعود لكن هيبقى انا بقول لك على الهوا اهوت هيبقى الاقرب للصعود في المنافسه دي او هيبقى موجود المنافسه لاخر اسبوع من الدوري ده بين المنيا وبين الشرقيه الدخان لان الاثنين عندهم خبرات، الاثنين عندهم مدربين على اعلى مستوى، علاء ابراهيم او شديد ناوي في المنيا، الاثنين عندهم دكه بدلاء كويسه، الاثنين عندهم امكانيات ماديه عاليه، يعني العناصر النجاح كلها او الصعود متوفره طبعا في فريق المنيا والدخان. هيبقى من الصعب تقول مين لكن هما الاثنين اللي هيحسم الصدار المنافسه بينهم للانفاس الاخيره في الدوري ده. طبعا في انديه طبعا بتنافس على الهبوط تحت زي طهطا فريق كبير، اسمنت الاقصود سبق لعب في الدوري ممتاز، كيما اسوان، شبان قنا، تليفونات بني سويف، مركز شباب سموسطة، بترو اسيوط الفريق العريق اللي كان سبق وان هو شارك في دوري ممتاز الف ده او دوري اضواء والشهرة. كل دي انديه بتنافس عشان تاخد ورقه الهروب من الهروب على الهبوط لدوري القسم الثالث. في مجموعه القاهره طبعا عندك الداخليه في المركز الاول 34 نقطه، بورت السويس في المركز الثاني 34 نقطه، الترسانه الثالث 31 نقطه، كوكا كولا الرابع 31 نقطه، ثم القناه 30 نقطه في المركز الخامس. طبعا القناه مع محمد صلاح، كوكا كولا مع تامر مصطفى، الترسانه مع علاء نوح، بورت السويس مع اشرف توفيق، الداخليه طبعا كل الانديه دي يا كابتن موجوده في اطار المنافسه على الصعود. ما تقدرش تحسم انديه كلها سبق باستثناء بورتو طبعا لعب في الدوري ممتاز، عندهم خبرات، عندهم مدربين على الداخليه ايضا برضه كابتن احمد. بالظبط. اتفضل كابتن احمد. بس احنا بنقول بقى انت قلت عامل الخبرات اللي هيحسم هذه المجموعه. عامل الخبرات الترسانه خبرات، بورتو خبرات، الداخليه خبرات. لا يعني هتقول بورتو ممكن يتراجع مع الاسابيع الاخيره، من الصعب ان بورتو ايوه فرقه كويسه وكل حاجه لكن عامل النفس مش الطويل موجود. مش موجود لكن موجود النفس الطويل في الترسانه، في كوكاكولا، في الداخليه، في القناه، سواء مدربين، سواء امكانيات ماديه، سواء دكه بدلاء على اعلى مستوى. عندنا بقى في مجموعه بحر يا كابتن فاركو في المركز الاول ولا اروع مع مجدي عبد العاطي، خد فاركو من المركز العاشر لانتفاضه
كرويه في المجموعه الثالثه الى المركز الاول من المركز العاشر. هو ده مجد عبد العاطي المدرب اللي تقدر تقول مدرب يقدر يصنع خبرات في الدوري. عندك حرس الحدود في المركز الثاني 38 نقطه، بلديه المحله الثالث 35، اللون بالرابع 33 نقطه. هقدر اقول لك ان المنافسه هتبقى محصوره الانفاس الاخيره تقريبا بين حرس الحدود وبين فاركو، يدخل معاهم بلديه المحله بينافس على الهروب من الهبوط في المجموعه ديت. انديه كبيره برضو زي بني عبيد، بيلا، الحمام، الجزيره، كفر الشيخ، مليد، كفر الزيات، دمنهور. طبعا الحمد لله بعد طبعا بقى في المركز يعني العاشر دلوقتي، نقدر نقول ان هو هرب مؤقتا مع ياسر عبد الواحد. كل ديت عوامل، لكن التوقف هيبقى فرصه كبيره يا كابتن احمد. انت عندك توقف بعد الجوله ال 21 اللي هتلعب يوم الخميس ويوم الجمعه والسبت الجاي، في توقف خلال شهر رمضان وبعد رمضان بخمس ايام 35 يوم. ده هيبقى مفيد جدا، ايجابي جدا لبعض الفرق اللي هي زي ما تقول في معركه الهبوط او في المراكز اللي هي في نص الجدول، انها ترجع بقى تعالج المصابين بتوعها زي طنطا، تعالج المصابين وتدخل تمام. بقى تجرب لعيبه، وفي فرق هتنضر اللي هي الفرق بقى اللي واقفه على رجليها زي فاركو زي الدخان تمام. ممكن يحصل دروب معاهم لو ما لعبوش مباراة ودية فيقدر يرجعهم تاني للدوري. تمام يا كابتن، شكرا جزيلا الأستاذ أحمد القصاص الناقد الرياضي الجميل. سيادة النائبة، طبعا سؤال أخير، عايز أقول حاجة الأول. اتفضلي. شباب كفر الدوار إن شاء الله بعد رمضان إن شاء الله هنجيب مدربين كبار من أندية كبيرة، هيعملوا اختبارات للشباب على مدار كم يوم، ونختار الكوادر، لأن احنا فعلا عندنا كوادر حلوة جدا تنفع تلعب في الفرق الأولى مش الفرق الدرجات يعني. إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا شكر خاص توجه لمين؟ شكر خاص. شكر خاص على الهوا كده. طبعا بعد شكر ربنا سبحانه وتعالى نشكر فخامة الرئيس على كل الحاجات الحلوة اللي بعملها. كلنا بنشكرهم بجد. الحاجات الجميلة صراحة. بجد بجد فخامة الرئيس كفاية إنه عمل سجن بدون غريمات ودفع الغريمات من جيبه الخاص. شكرا ان هو بدور على الاسره المصريه نازل ترابط انها ازاي يعني كان بيهتم جدا بقوانين الاسره، بيقول يعني ناقشوها، تدخل لكم ناقشوها وانجزوا فيها علشان خاطر نحافظ على الرباط الاسري شويه. تمام. وشكر خاص بقى. ايوه شكر خاص لاسرتي الجميله، امي حبيبتي ربنا يخليها ويطول لي عمرها ودايما لما انا جنبها، واحلى اخ في الدنيا واحلى ابن في الدنيا دكتور محمد بشير معتول، اخواتي واولادي وكل حد واقف جنبي بكلمه طيبه، وبقول لكم كل سنه وانتم طيبين. واحنا بنشكرهم من خلال برضه برنامجنا. ربنا يخليك. ربنا يخليك. في ختام هذه الفقره بحب اشكر ضيفي الكريم الاستاذه سحر معتوق عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. طبعا هنطلع لتقرير تكريم مدربين قطاع الناشئين بالقاهره لناديين الزرقاء و حدا حلوان الذي أقيم العصر اليوم، طبعا في لفتة جميلة من المسؤولين، وطبعا تكريم جميع المدربين وجميع اللاعبين. هنطلع لهذا التقرير ونستقبل ضيوفنا الكرام. أنا اسمي حماد أحمد عبد الباسط من جنة، واشكر طبعا ابويا وامي، واشكر كابتن شعبان برضو، هو اللي برضو قبل لي الشرف اللي اتعرفت بيه. والله هو في مجموعه ناشئين كويسين جدا في الصعيد عندنا، بس هم للاسف ان هم ما فيش الامكانيات وما فيش الفرصه ان هم ياخدوها. فالحمد لله كان الموسم الماضي دوت هو كان اكبر عدد موجود، كان موجود معانا، فحماده من اللعيبه الكويسه جدا موجودين معانا في نادي الاتحاد، واتنقل ان شاء الله باذن الله للموسم الجديد لنادي المصري ان شاء الله باذن الله، وربنا يوفقه ان شاء الله. زميلي الاعلامي كابتن احمد فواز، يسعدنا من تكريم نادي الزرع حدائق حلوان بالقاهره النهارده لقطاع الناشئين، يكون معانا المدير الفني الكابتن بيبان. بيك اهلا بيك كابتن اسلام. نحب نعرف رايك في اليوم الجميل ده ويوم تكريم اللاعبين في ختام الموسم 2021.
والله الحمد لله رب العالمين، يعني ختام جميل وإدارة كويسة جدا، منظومة طبعا للتنظيم اليوم اللي احنا شايفينه ده حاجة مشرفة طبعا، حاجة جميلة، حاجة بتجمع كل اللعيبة قطاع تاني، وطبعا بنعرفهم يعني يعني ايه ختام موسم. النهارده في يوم له شكل جميل جدا، يوم له وضع كويس، له طبعا لمسه جميله من كل القائمين على المنظومه، فطبعا ده حاجه كويسه، فبالتالي اللعيبه حاسه ان في اهتمام بيهم اكتر في جزء ختام زي النهارده، بتكرم اللعيب، بتدي له دفعه قويه طبعا للاستعداد للموسم الجديد. والله بقول بسم الله ما شاء الله الحمد لله، يعني الكابتن احمد فواز ما بتفوتوش حاجات زي كده، كل سنه الحمد لله بيعملها واحنا متعودين منه، والناس كلها بتحضر و90% من المدربين حضرت، والناس اللي ما حضرتش برضه احنا بنشكرها، وهو اكيد عندهم ظروف او كده، لكن الحمد لله الموسم الجاي موفق للجميع بالنسبه للمدربين والاداريين واللعيبه، لان كان في نظام السنه اللي فاتت الحمد لله، واحنا مبسوطين. وانا عن المستوى الشخصي الحمد لله ربنا كرمني في 99 وعملت نتائج كويسه، وان شاء الله اللي جاي افضل باذن الله. اهلا بيك يا كابتن اسلام، شرفتنا ونورتنا النهارده. الف مبروك على التكريم النهارده، وايه رايك في الاحتفال الجميل وختام الموسم النهارده؟ والله الاحتفال جميل النهارده مع الكابتن فواز، وكانت لفته طيبه جدا النهارده ان هو بيكرم جميع القطاع، الناس اللي حققوا مراكز والناس اللي بداوا يشتغلوا كويس جدا، والحمد لله النهارده كان يوم جميل جدا قضيناه معاك ومع الكابتن فواز. اهلا وسهلا بحضرتك يا كابتن. والله انا سعدت السنه دي ان انا كنت مشرف ورئيس قطاع مع الكابتن احمد فواز بنادي الزرقاء. السنه دي كان معانا كوكبه من المدربين كويسين جدا، ابرزونا لعيبه على اعلى مستوى بالنسبه للمواليد كلها، عندنا في القطاع من ابرز الفرق اللي ظهرت السنه دي كانت 2003 و2004 بقياده الكابتن احمد حمد والكابتن حاتم الكومي، وكان معانا طبعا ما ننساش فكر وتقدير للكابتن اسامه حسن. بشكر كابتن احمد فواز جدا والكابتن طارق يعني على اليوم الجميل ده، وكان يوم جميل جدا والله العظيم، وان شاء الله الموسم الجاي نعمل احياء احسن من كده، والموسم ده كان جميل بجد يعني. لا جميل، والكابتن حاتم تعب معانا كتير، والكابتن احمد حمد، واحب اشكر الكباتن كلها النهارده. احب اشكر الكابتن بيبو ليه فضل كبير عليا ان هو خلاني حاجه خامه كويسه، واحب اشكر الكابتن احمد حمد لانه صعدني الفريق وخلاني من العناصر الاساسيه في الفريق. اشكر الكابتن احمد حمد على اللي وافقته معايا وربنا يكرمنا في اللي جاي، واشكر الكابتن احمد فواز ان شاء الله اللي جاي احسن. كابتن بحب اشكر اصحابي كلهم وقفوا جنبي جامد، والكابتن حاتم طبعا، والكابتن شعبان، وكل لعيبه والله يستاهلوا كل حاجه يعني، واحسن لعيبه هنا ده ناس تقيله يعني الحمد لله يعني. احب اشكر زمايلي، وهم مش زمايلي هم اخواتي، والكابتن حاتم والكابتن احمد فواز واقفين معايا طول الموسم يعني، بشكرهم يعني. والله يا كابتن هو حفل اكثر من رائع، حفل منظم، حفل احنا اتفاجئنا باللي كابتن احمد عمله، التكريم للعيبه، التكريم للمدربين، ادى حافز واستعداد للسنه اللي جايه ان اللعيبه تبذل قثارة جهدها، ان اللي ما خدش جايزه فرديه ياخدها السنه اللي جايه، فده كان حافز وعامل اساسي وايجابي للعيبه بتاعتها. ان شاء الله الموسم القادم باذن الله هيعملوا حاجه جامده جدا في خلال مسيرتهم اللي جايه في النادي ان شاء الله باذن الله.